ليست هي نهاية الأسبوع الأولى التي تفتح فيها مراكز التزلج هنا في كفر دبيان في جرود كسروان، لكنه الأسبوع الأول الذي يشهد وصولا للمواطنين بعد زحمة السير الخانقة وعدم تنظيم السير الأسبوع الفائت. كبار صغار، محترفون وهواة ومحبو الأبيض، جاءوا من كافة المناطق لرمي هموم حياتهم اليومية خلف هذه الجبال. المشهد الأكثر صفاء من أبيض هذه المنحدرات هو الأطفال الذين يتعلمون فنون التزلج منذ عمر السنوات الأربعة. أنت عم تعلمي سكي هاي أول مرة؟ إيه أول مرة. وكيف كانت؟ كثير حلوة. وشو تعلمتي؟ تعلمت إنه لازم نمشي بارالال، وتعلمت كيف نعمل البيتزا، يعني كيف نوقف. وأنت كمان بتعرف تعملي سكي؟ إيه. قد إيه لك بتعملي؟ كمان سنتين. شاطرة فيها؟ إيه. ما بتخافي؟ لا. وفي جولة مع أحد المدربين على أعلى المدرجات يفسر لنا طبيعة المنطقة. هاي الإكبات هون عم تتمرن على السلالوم، يلي فوق بيست مزار، من راس الصمي لفوق إذا نزلتي شمال فيك تنزلي على فقرة، بس مش كل الأوقات، يعني حسب، في فرص معينة حسب التلج. وإذا كملت يمين من هاي الجهة ما في؟ من هاي الجهة بتنزل البيستات، مزار، عندك المزار، عندك الرونار فوق، عندك تلسكي هذا اللي طالع كمان، هذا بيستروج، وبتنزلي من فوق بتلعبي هيدي البارتي كلها بيستروج من هون لجبل الديب. هيدي يعني الحمراء اللي هي أخطر شيء عندنا. مش خطرة، صعبة، بده يكون واحد لعيب. وهيدي الطريق بتنزلي بتوصلي على البيبي هون تحت، اصغر شيء يعني اقل شيء. المطرح ما ببلش دبتون السنه اذا الله رادنا نضل نلعب وقت طويل، ومثل ما هو الثلج هلا ممتاز والسياحه كثير منيحه وفي كميه عالم كثير كبيره وكل شيء منيح. نحن في سكي لبنان نضل نحبه. موسم بلش بعقد، كواليتي ثلج بتعقد، وعم بيسيبنا طقس كثير رائع. يلا ان شاء الله تكمل هيك حتى نضل ننبسط شوي. ثلج قد ما بدك، يعني خير ونعمه قد ما بدك. ناقصنا بس بهالبلد هداوة بال وشوي هيك الشعب يكون مبسوط أكثر. زحمة السير على الطرقات وزحمة المتزلجين ما هي إلا دليل على أن لبنان بخير على الرغم من كل السواد الذي نعيشه. فسحة البياض هذه ما هي دليل إلا على أن اللبناني ما إن سنحت له فرصة واحدة للهروب من هموم السياسة والأمن تراه يستفيد منها، ليؤكد أن اللبناني كما كان دوما محبا للحياة. لكفر دبيان، نوال بري، قناة الجديد.